وزارة الرياضة تعلن عودة الأنشطة الرياضية. عقدت إدارة كرة القدم بنادي النصر اجتماعاً عاجلاً بمدرب الفريق روي فيتوريا بعد إعلان عودة الأنشطة لتجهيز خطة إعداد الفريق في ظل ما يمر به العالم بسبب جائحة كورونا. وقررت الإدارة بالتشاور مع المدرب فيتوريا إعادة تأهيل مقر النادي كاملاً لإقامة معسكر إعدادي على أعلى مستوى. بدأ العمل في يوم الاثنين 22 من شهر يونيو. كانت بداية العمل في مقر المعسكر والذي تم إعادة تهيئته على أعلى المواصفات الفندقية. كما تم تطوير غرف الترفيه بالإضافة لصالون الحلاقة لتكون على أعلى المواصفات ومطابقة للتعليمات الصحية الجديدة ليجد اللاعبون كافة احتياجاتهم في مقر ناديهم. الآن هذا الممر الخاص بغرف النوم الخاصة باللاعبين. في كل غرفة نوم تجد اسم اللاعب مسجل في الخارج. ندخل غرفة أحد اللاعبين. بمجرد دخول اللاعب لغرفة النوم الخاصة فيه يجد ملابسه بهذا الشكل مكيسة ومغلفة، يلبس ملابسه يتجه للتمرين، وبعد انتهاء التمرين يعود لغرفته مباشرة. المناشف وملابس التمرين لكل لاعب تؤخذ وتغسل على حدة، يعني كل لاعب غسيل ملابسه يكون منفرد تماما حفاظا على صحة اللاعبين. ثم بعد ذلك ترجع الملابس للتمرين القادم وتجهز بهذا الشكل. كما أوجدت إدارة النادي مطعماً متكاملاً تم تجهيزه على أعلى المعايير وبإدارة طاقم سعودي، ولضمان إقامة معسكر متكامل بكافة التجهيزات الرياضية استحدثت إدارة كرة القدم صالتين رياضيتين مغلقة ومكيفة وفرت فيها أجهزة رياضية متكاملة. طبعا هذه منطقة الجيم، منطقة الجيم هذه خاصة فقط في المعسكر، غير منطقة الجيم اللي بجانب الملعب، هذا الصحن اللي بجانب الملعب هذا خاص بالتمارين، هذه فقط منطقة خاصة بالمعسكر فقط. طبعا روعي في موضوع الأجهزة التباعد بين اللاعبين. وهذه المنطقة الخارجية الخاصة بالتمارين السويدية والإحماء بجانب الجيم ما شاء الله. كما جهزت الإدارة نادياً صحياً متكاملاً مخصصاً بالمعسكر تم تجهيزه على أعلى المعايير. كل ذلك تم تجهيزه في وقت قياسي ليكون بذلك مقر نادي النصر مجهزاً بمعسكر رياضي على أعلى المواصفات الرياضية والعالمية.